فالسيتا للألغرياس يلي هي تستعمل لمرافقة الرقص، وجزء من الرقصة يلي بيسموها الأسكوبية يلي بتكون الرقاصة أو الرقاص عم بيعملوا فيها حركات بإجريهم، عم بيخبطوا على الأرض بإجريهم بسرعة معينة. وهاي الفالسيتا عادة بنلعبها وبتصير السرعة تبعيتها بتزيد وبتزيد وبتزيد لحتى ترافق الرائص أو الرائصة. فنحن رح نعملها بس بسرعة واحدة لحتى تقدروا تعرفوا شو عم بيصير، وبعدين بصير فيكم تستعملوها إذا كنتوا بصف رقص مثلا. بتبلش بهالطريقة، بنحط كورد الإي ميجر ورح نلعب سادس وتر اي ام اي. بعد كل بيس نوت عم نلعب اي ام اي، سادس وتر اوبن، سادس وتر رابع فرت، خامس وتر رابع فرت، وصبيانا عم بضلن هون كل الوقت. بيصير اول جزء منا بهالشكل. منعيد بعدين ننتقل لكورد B7، بنقفل على B7، بعدين على B7 بدنا نلعب أرباجيو. البيس نوتس حيكونوا فيه بهالشكل. بين كل واحدة من هالبيس نوتس بده يكون عنا Arpeggio AMI، فبتصير بهالشكل. بعدين القفلة، وهي هي الفالسيتا للأسكوبية. بس هي عادة مثل ما اتفقنا انه بتنعاد كذا مرة والسرعة تبعيتها فيها تزيد. خلينا نرجع نمشي فيها شوي شوي. B7 النوتس اللي عم نلعبهم هن سادس وتر تاني فرت رابع فرت، خامس وتر اوبن تاني فرت رابع فرت، ورابع وتر اول فرت، بعدين خامس وتر تاني فرت اوبن، سادس وتر تاني فرت، والقفلة. خلينا نعمل الفالسيتا مع المترونوم على سرعة 80. منبلش بالكمباس.